السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة لبنى ماهر، مرحبا بكم في القناة على فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم كنافة اللي كتجي ممتازة. سبق لي وقدمت معكم زوج ديال الكنافات، كنافة بدون زبدة وكنافة بمكسرات كذلك بكريمة. اليوم قدمت معكم هذا الشكل هذا اللي ممزوج بعدة اشياء فكتجي رائعة رائعة هذه الكنافة. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات ديال السيرو اللي غادي نحتاجو للوصفة اليوم ان شاء الله، فانا هنايا عندي 3 ديال الكؤوس ديال السكر سنيدة او لا سكر حبيبات، 3 ديال الكؤوس ما يعادل 500 غرام. عندي هنايا واحد 30 سنتيلتر 300 مللي ديال الماء، تقريبا ما يعادل زوج ديال الكيسان. دائما انا كنعبر بنفس الكاس باش كنعبر السكر، هو باش كنعبر زوج ديال الماء. هنايا عندي جوج المعالق كبار ديال العصير الحامض اللي غادي ناخذ، وهنا عندي معلقه كبيره ديال ماء الزهر. غادي ندوز نضيف كلشي في الكسرونه. غادي ندوز باش نضيف السكر في الكسرونه هذه، تقريبا غادي نخليوهم يغلاو على النار واحد الفتره ديال من 5 حتى 8 دقائق. فهذا سيرو معتمد عندي الصراحه، كيجي ممتاز بنفس الكاس كيف ما قلت لكم ديال هنايا عندي 300 مللي. هنا بنفس الكاس كنعبر 3 سكر وزوج ديال الماء كيف ما شفتوا معايا. فهذه هي الكميه اللي خديت، 3 ديال السكر وزوج ديال الماء. هنا عندي معلقه ديال ماء الزهر، هنا عندي زوج ديال ملاعق ديال عصير الحامض. وغادي نخلط الكل مزيان حتى يذوب السكر، وغادي نوضعهم على النار واحد الفتره ديال من تقريبا من 8 من 5 حتى 8 دقائق عفوا. صافي وغادي نطلقها. بالنسبه للمكونات ديال وصفه اليوم ان شاء الله، فانا هنايا غادي نحتاج اول شيء اللي هو الكنافه، شعيرات ديال الكنافه كما كتشوفوا معايا فكيتباعوا موجودين. هنايا عندي هاد البواطه هادي اللي غادي فيها 400 غرام، غادي نحتاج منها غير 200 غرام، غنحتاج غير النص ديالها هو اللي غنخدم به. هنا عندي كذلك زبده مذابه، فانا تقريبا خدمت بواحد 100 غرام اللي غتكفيني. عندي هنايا شويه ديال المكسرات اولا الفواكه الجافه على هذا الشكل هذا، عندي شويه ديال اللوز، شويه ديال الكركاع، شويه ديال البيستاج. ممكن انكم تخدموا باي حاجه موجوده في البيت عندكم. هنا عندي معلقه كبيره ديال الكوك كما كتشوفوا معايا، وهنا عندي هاد الكميه هادي ديال الزبيب اللي انا فزقته في شويه ديال الماء السخون واحد الفتره باش ما يتحرقش لينا. وهنايا عندي معلقه كبيره ديال السكر كلاصي. بالنسبه فانا هنا غادي ندوز باش غادي نقطع الكنافه اللي تكون طريه، من بعد ما تبغيو تخدموا بها تخرجوا من الثلاجه في الفتره ديال نص ساعه باش كيطابوا لينا هاد الشعيرات هادو. صافي. وبالنسبه للاحتفاظ بالباقي فانا كنغلفها، كنخليها في نفس البواطه وكنغلفها بالسلوفان جيدا وكنخليها فكتدوم ليا حتى اكثر من اسبوع. هنايا غادي نقطع هاد الكنافه ونقطع الزبيب وغادي نتلاقاو ونكملوا مع بعض. هنا بالنسبه لبعد ما قطعنا هاد الكنافه كيف ما كتشوفوا معايا تجي نيله على هاد الشكل هذا، تجي مقطعه رقيقه. وهنا قطعنا هاد الزبيب هذا ضفناه على هاد الفواكه الجافه. هنا بالنسبه للكنافه كيف ما شفتوا معايا فانا خدمت بالنصف، وهاد النص هذا فانا غادي نخزنه كيف ما قلت لكم. هنايا غادي ندوز باش غادي نضيف سكر ثقيل اولا سكر كلاصي. هاد المعلقه هذه اللي كتعطي واحد اللون ممتاز للكنافه في الطياب ديالها، وكذلك كتعطي واحد التعليكه كتخلي هذوك الشعيرات يتسقوا بعضياتهم عفوا، غير معلقه يعني ماشي بزاف. غادي نحاول نمزجها مزيان هنايا، وغادي نبدا نضيف هذيك الزبده على حساب القياس. نتوما اللي بغيتو تنقصوا شويه الزبده، اولا الا بغيتو حتى كنافه بدون زبده فانا دايرها في القناه، ممكن انكم تشوفوا دايره زوج الانواع. هنا غادي نبدا نضيف ونفركها هكا حتى نلبس بها هاد الزبده هادي، وتشوفوا معايا جميع المراحل. بعد ما لبستها مزيان بالزبده كيف ما شفتوا معايا، فانا بقالي واحد شويه ديال الزبده هنا ما استعملتهاش كامله، هي
يعني تقدروا تستعملوا اقل. هنا غادي نضيف هذا الكوك هذا وغادي نخلطه مع حتى واحد حتى تخلط مزيان. هنا بعد ما دهنا هاد الليمون هادو اللي عندنا، انا درت هاد الليمون الفردي اللي غادي نستعمل، فغادي نبدا نعمر في الكنافه. غنبدا نعمر غير لحد النص بهذا الشكل هذا، ونضغط هنا الوسط نحاول ندير واحد الحفره هكا فين غادي ندير هذوك الفواكه الجافه. فمن كتكون ملبسه بالزبده، ملي كتبدا تبرد الزبده فكتبدا تجمد هاد الكنافه هذه. صافي كيف ما شفتوا معايا، فغادي ندوز نخلط الفواكه الجافه. يعني كيف ممكن ديروا اي حاجه موجوده عندكم في البيت، اكاجو ولا كاوكاو ولا اي حاجه موجوده. وهنايا غادي نبدا نضيف واحد شويه ديال هاد الفواكه الجافه كيف ما شفتوا معايا، وغادي نزيد باش نعمر. غادي نزيد باش غادي نعمر الوجه اولا هاد الليمون هادو، نغطي هادوك الفواكه الجافه ونحاولوا نضغطوا مزيان باش تشد لينا هاد لا فورم ديال، ممكن ديروا اي مول بغيتوا تشد لينا هاد لا فورم هادي ديال هاد المول. فانا غادي نقيهم من بعد باش ما يجيش الفيديو طويل، نحاول غير نوريكم الطريقه. صافي وتعمروا وتزيروا مزيان باش حتى ملي تقلبوهم يجيو ساهلين وكيكونوا مجموعين. صافي فانا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله بهذا الشكل هذا ونتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه بعد ما ساليت هنايا الكنافه اللي عندي، فانايا ما عنديش هاد المولات بزاف صراحه، وحاولت انني نكمل بهذا المول العجين. هنا هذه الكميه اللي عطاتني 200 غرام غادي ندوز باش غادي ندخلهم 170 حتى 180 درجه، ما تكونش نار عاليه باش ما تحرقش لينا هنايا الوجه ويبقاو من الداخل بيضين، فما كتجيناش هذيك القرمشه من الداخل. خليهم يطيبوا على الخاطر ديالهم حتى كيتحمروا مزيان مزيان من الوجه، ومن بعد ما نخرجهم من الفران نتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للمكونات ديال الكريمه، فانا هنايا عندي ربع لتر 250 مل ديال الحليب بارده تكون بارده، وعندي هنايا نص صاشيه اللي غنستعمل اللي كتباع موجوده جاهزه ديال الغبره ديال كريم باتيسيا اللي ما كطيبش كنستعملوا ليها غير الحليب بارد. وهنايا عندي واحد زوج المعالق اللي غادي نستعمل ديال الماسكاربوني. غادي ندوزو الطريقه فهي سهله وبسيطه. هنا بالنسبه للكريم، فانا زدت واحد نص معلقه ديال الغبره باش يجيني شويه ناشف لانني بغيت نديرو التزيين. بالنسبه للربع لتر نحاولوا تنقصوا منه واحد 25 مللي تقريبا ديروا واحد 225. وهنايا ضفت زوج ديال المعالق ديال الماسكربوني يعني تقريبا واحد نصف علبه، غادي نخلط الكل وغادي نطلق. هنا بعد ما خرجنا الكنافه من الفرن، هنا عندنا السيرو اللي خدمنا من قبل يعني بارد والكنافه سخونه، كندوز باش كنبدا نحط فيها هاد السيرو هذا. القوام ديالو كيف ما شفتوا معايا تقريبا خدا لينا من 5 حتى 8 دقائق، من 5 حتى 8 دقائق النار تكون متوسطه. تقريبا كيكفاني واحد المعلقه في كل. صافي ممكن انكم غادي نكمل انا باش نسقي الكنافه بهالطريقه هذه كامله، وغادي ندوزو نخليوها حتى تبرد مزيان وندوزو باش غادي نزينوها مع بعض. بالنسبه للتزيين دائما كيبقى اختياري. بالنسبه للكنافه ممكن الا كان عندكم ضيق الوقت وعندكم ضياف اولا بغيتو توجدوها النهار من بعد، يعني ممكن انكم توجدوها بهذا الشكل هذا وتسقيوها وتخليوها حتى نهار اولا يومين حتى ثلاث ايام حتى الاكثر، ومن بعد يعني غيبقى لكم في النهار اللي غادي تبغيو تحطوها غير انكم تزينوها. بالنسبه لهاد الكميه ديال السيرو فانا كتكفاني في 400 حتى 500 غرام ديال الكنافه.
كيف ما شفتوا معايا هذه هي الكنافه بعد ما بردات وزيناها بالكريمه اللي خلطت معكم. فانا هذه الكريمه هذه صراحه كنت كندير الكنافه كنزينها بكريم باتيتير، كتجيني شويه حلوه بما انها مسقيه، وحاولت انني نمزج هذاك الماسكاربوني مع الكريم باتيسيير لان كينقص ديك الحده ديال الحلاوه، فجات واحد الكريمه ممتازه واعتمدتها وليت كنديرها دائما في الكنافه كيف ما كتشوفوا معايا. فرائعه رائعه صراحه هذه الكنافه، يعني توجدوها قبل كيف ما قلت لكم وكيبقى غير تزين. كيف ما شفتوا معايا انا زينتها بالكريمه اللي خلطنا وزينت شويه ديال البيستاج وشويه ديال الورود، هذا الشكل هذا اللي خدمته معاكم. ومن بعد الكميه اللي بقات ليا فانا خدمتها في مول سامبل عادي كيف ما شفتوا معايا، فتجي رائعة. نتمنى ان شاء الله الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. كذلك خدمت معاكم من قبل الكنافات، فغادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف كذلك، فطرق سهلة وبسيطة. نتمنى ان شاء الله نلقاكم في وصفة قادمة بحول الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.